أها في خبر آخر أو عنوان آخر من ضمن شبكة الشروق نت، يتحدث عن اللقاء الذي تم ما بين البرهان جيرمايا مابولو اللي هو مبعوث الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لبحث يونيميت، تكلم عن عملية السلام. برهان قال عملية السلام هي أولوية من ضمن هذه المرحلة الانتقالية، وجيرمايا أكد من جانبهم أن الأمم المتحدة هي طرف أيضا في عملية السلام بهذه القوات الموجودة وللأطراف الغير حكومية من أجل الاستقرار في مناطق النزاع. طبعا بكل الاحوال الامم المتحده او بعثه اليونت البعثه المشتركه الموجوده في السودان غير متحمسه لعمليه السلام في السودان، بدايه انه حتى بعثه اليونت هناك اجتهادات كبيره من الحكومه في مجال ضروره ان تغادر البعثه السودان، ضروره انسحاب. بدات خطوات تدريجيه في بعض ولايات دارفور، نامل ان تتواصل حتى يعني تغادر بعثة اليونميد السودان، لأن أوضاع يعني الأوضاع تحسنت بشكل كبير. الآن حكومة جديدة، عهد جديد، يجب أن تضع الأمم المتحدة والبعثة المشتركة متغيرات الأوضاع في السودان بعين الاعتبار. الأمر الآخر فيما يتعلق بعملية السلام، بكل الأحوال الأمم المتحدة لم تدعم حتى الآن عملية السلام في جوبا، لم تدعم الوساطة في جوبا. نغر بأن الوساطة الجنوبية فيها بعض الضعف متعلق بكيفية إدارة العملية التفاوضية، لكن بكل الأحوال معلوم أن الجنوب هو يعني بكل الأحوال استقرار الجنوب هو استقرار السودان، أمن السودان من أمن الجنوب. لكن مطلوب من الأمم المتحدة أن تشارك في الجولة المقبلة اللي هي بعد أيام ستكون في جوبا، مطلوب من الأمم المتحدة أن تكون لديها مشاركة فعالة، أن تحس الأطراف خاصة حملة السلاح على ضرورة المضي في العملية السلمية. هي حتى الآن لم يكن هناك دور حقيقي أو دور فعال من جانب الأمم المتحدة ولا حتى الاتحاد الأفريقي. الآن كل المجهودات التي يعني في عملية السلام يقوم بها الرئيس الجنوبي بكل الأحوال هي بين مزدوجتين، سيلفا كير غير مشحود على المسألة دي، لأنه باعتبار أن العلاقة الوطيدة التي تربط السودان بالجنوب دولة واحدة بكل الأحوال. نأمل أن تكون جولة التفاوض هي الجولة النهائية كما أشار ياسر عرمان الذي عاد إلى الخرطوم، وكذلك قيادات بعض الحركات حملة السلاح عادوا الخرطوم، هي خطوة إيجابية، ونأمل أن تمضي عملية السلام بشكل إيجابي، لكن كذلك على الحرية والتغيير الجناح السياسي للحكومة أن يتفاعل بشكل أكبر مع عملية السلام في المرحلة المقبلة، أن يؤجل ولو إلى حين عملية تعيين ولاة الولايات، لأن هي واحدة من المسائل التي مسببة إشكال ما بين الجبهة الثورية وما بين الحرية والتغيير. نعم، شكرا جزيلا أستاذ سالم عبد الملك، شكرا لك. شكرا لكم.